يعني في هذه اللحظات يعني إطلاق نار في محيط المنطقة التي نقف بها. هنالك عدد من الدوريات العسكرية الإسرائيلية تبدأ على ما يبدو تحركات عسكرية، لا أستطيع الجزم إن كان هنالك تحرك في الانسحاب في هذه اللحظات لنحو 3 مركبات عسكرية إسرائيلية، وكان هنالك إطلاق نار بشكل مباشر يستهدف هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية مع استمرار عملية الاقتحام. ما حدث لما رصدناه هو انسحاب لجزء من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وهنالك أستطيع رصد حركة للمواطنين في هذه الأثناء طبعا باتجاه المدخل الغربي بعد انسحاب الجرافة العسكرية الإسرائيلية، فيما سحب الدخان من جديد إطلاق النار. نعم، من جديد نستمع إلى صوت إطلاق نار هنا في مخيم جنين. على ما يبدو يعني نحن لربما في الساعات الأخيرة التي نشهدها في اللحظات الأخيرة لعملية الاقتحام هنا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، مع بدء تحرك استطيع مشاهدة خروج بالعين المجردة تواجد لعدد من المواطنين الآن على مدخل الغربي للمخيم مع انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من تلك النقطة، وبدء تحرك آخر لجيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة. هنالك شادي على المنطقة على مدخل المخيم الغربي، بالفعل هنالك الآليات العسكرية تنسحب التي كانت قتل الهدف، الآن تصل بالقرب من الشبان دوريات عسكرية إسرائيلية ومركبات الهلال الأحمر والإسعاف يعني تهرع بشكل مستعجل وفوري إلى مخيم جنين لمعاينة الأخبار لنقل المصابين العالقين. صوت تكبيرات في هذه اللحظات يسمع عبر مكبرات الصوت في هذا المشهد الذي استيقظت عليه جنين بصورة دموية بصورة كبيرة تودع الشهيد تلوى الشهيد.